بذكريات المونديال، بذكريات مونديال قطر 2022، منتخب المغرب يأتي إلى أفريقيا ويبدأ الغزو من أول مباراة ويفوز على منتخب تنزانيا بثلاثية مقابل لا شيء. منتخب المغرب اللي لعب 90 دقيقة بالقلم والورقة، لعب 90 دقيقة كده يا باشا وحطت الجدول قبل ما ينزل، عارف هو يعمل ايه، عارف هيلعب امتى ويهدي امتى، عارف هيطلع كل البدن اللي عنده امتى ويهدي امتى، عارف كل حاجة، وكل حاجة متقاسة بالورقة والقلم، وكل حاجة وليد الركراكي حاطط لها مواعيد ودقائق معينة. فعزيزي المشاهد عزيزي المتابع، منتخب المغرب يستهل مشواره في أمم أفريقيا 2023 بالفوز والأداء الرائع والأداء الممتاز بثلاثية مقابل لا شيء على تنزانيا، وده كله هنتكلم عنه وهنتكلم عن كل تفاصيل المباراة في الفيديو بتاعنا. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، خليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده بقى ل 100 لايك، وحط سبسكرايب في القناة عشان عايزين نوصل ل 3000 مشترك، مش ناقص حاجة، كل اللي ناقص 200 مشترك. فيلا بينا نوصل ل 3000 مشترك، ويلا بينا نحلل مباراة المغرب وتنزانيا. منتخب المغرب نزل في بداية المباراة مش هو المنتخب المندفع، يعني مش هو المنتخب اللي نازل مندفع، مش هو المنتخب اللي نازل يلا بقى يلا خش هات الجون من اول دقيقة، لا هو نزل الماتش هادي راسي. وليد الركراكي قال للاعيبته بلاش التسرع، قال للاعيبته بلاش الهمجية في الاداء، ونزلوا هاديين خالص ونزلوا راسيين خالص ومستنيين ان هم يجيبوا الهدف الاول، مش مستعجلين على الهدف، ما كانوش في بداية المباراة مستعجلين على الهدف الاول. وليد الركراكي نزل بالتشكيلة المعتادة، ولا لعب في التشكيل ولا لعب في مراكز لعيبة ولا اي حاجة، يابا انا نزل الماتش بتاعي بالتشكيل المعتاد بتاعي، نزل باربعة واحد اربعة واحد رأس لعبته. ولو لو انت بتقعد بتفرج على الماتش وبتلاحظ قوي، هتلاقي اي كورة مش مع المنتخب المغربي بتلاقي ان الاربعة واحد اربعة واحد صريحة قدامك في الملعب ومرسومة بالورقة والقلم، اربعة واقفين واحد قدامهم، اربعة قدامهم واحد قدامه، مرصوصة ومرسومة على ارض الملعب، وكل واحد واقف عارف هو ماسك مين، وكل واحد واقف في ملعبه وعارف مكانه فين وعارف مكانه جنب بمين. ده كله بقى كان بيضيق المساحات على لعيبه تنزانيا، وكان بيخليهم مش قادرين يطلعوا بالكره من ورا لقدام، وكانوا بيخليهم يفقدوا الكره بشكل سريع. لو كانت الكره طويله منهم فهم بيكسبوها بمنتخب المغرب، ولو كان باص منهم عشوائي فبيكسبوا منتخب المغرب. فوقفت اللعيبه ورسمت الخطه في ارض الملعب خلت منتخب المغرب يتفوق في كل شيء في المباراه، ويتفوق على كل الكرات ويستحوذ على الكره لاطول وقت ممكن طوال المباراه. وده اللي كان عايزه وليد الركراكي لحد ما جه الهدف الاول عن طريق رومان سايس، بعد عرضيه بعد تسديده من زياش، الكوره كانت ضربه حره غير مباشره سددها زياش، صدها الحارس كمل عليها رومان سايس وسجله الهدف الاول في وقت ممتاز جدا في الشوط الاول. ولكن بعد الهدف الاول كل الجماهير قدام الشاشات قالت ربنا يستر، بس مش هنفرح ايه ده خالص كده يابا، احنا عايزين الجون الثاني. ايوه ما هو بص، اتعلمنا من دروس كتير، مصر اتعادلت، الجزائر اتعادلوا، تونس اتغلب، عايزين ننجز بقى ونطلع بمنتخب عربي يكسب في اول جوله، وكمان موريتانيا اتهزمت، فعايزين منتخب عربي يكسب في اول جوله. وبالفعل منتخب المغرب بيفرح كل العرب وبيفرح كل المغاربه، ربنا يستر على افريقيا واللي فيها، يعني ربنا يستر بجد يا جدعان، دول نازلين دش كده من اولها كده، ربنا يستر. المهم يعني ماتش زي ده بيبين قد ايه ان لعيب المغرب لحد الدقيقه 90 بتلعب، لحد الدقيقه 90 كانها 0-0 وعايزه تجيب جون، لحد صفاره الحكم اللعيبه كانت هتجيب الرابع. مش معنى انها هتبقى حفله مثلا تنزانيا، لا ما هو عارف اكيد، اللعيبه عارفه اكيد ان هي لا هتهدي دلوقتي هتستفيد بتقدر دي في الماتشات اللي جايه، ولكن اللاعب بيطلع كل اللي عنده في ارض الملعب مهما كان المنافس. هو ده كان منتخب المغرب النهارده، هو ده كان منتخب المغرب اللي كسب بثلاثيه رائعه النهارده. وحكينا حكايه الهدف الاول، وبعد كده الشوط الاول منتخب المغرب مشاه على دماغه، مشاه بالهدوء ومشاه بكل يعني بكل حاجه راسيه كده، وقال لك انا خطفت الهدف الاول تمام، اوقف بقى ورا اهدى شويه، اهدي رتم المباراه، اهدي لعيبه تنزانيا، لان لعيبه تنزانيا كانت بتعمل تدخلات قويه جدا وعنيفه جدا، واثر عن هذه التدخلات طرد للاعب تنزانيا في الشوط الثاني، وكان هيبقى فيه اصابه والزلزول اتصاب بسبب تدخلات اللعيبه. ولكن هم لعيبه المغرب حسبت الماتش، وليد الركراكي حسب الماتش من قبل ما ينزله، حاطط كل حاجه
بالورقه والقلم، ده المدير الفني اللي يريحك ويريح لعيبتك. هتبقى قاعد قدام ماتش كده بتتفرج على ابداع فني وابداع تكتيك وابداع في كل شيء من وليد الركراك النهارده عمله مع منتخب المغرب، وخلى منتخب المغرب يكسب بالثلاثيه، وخلى لعيبه المغرب بتلعب لاخر دقيقه. ولا تقول لي رطوبه، ولا تقول لي الارجنتين خسرت اول ماتش وكسبت كاس العالم. بعد الشوط الاول بعد ما كان منتخب المغرب مستعصى على كل شيء ومهدي الريتم في الشوط الاول، نزلوا الشوط الثاني تحس كده ان منتخب تنزانيا بعد التبديل اللي عملوه ها شموا نفسهم شويه، يعني قالوا المغرب متراجع اكيد اللعيبه تعبت. لا لو شموا نفسهم تنزانيا بدات تهاجم، هوبا البس بقى يا حبيبي انت بتلعب المغرب يابا ربع العالم حبيبي، ايه ده بس شويه كده مين اللي يتعب ده يا حبيبي، بس مين اللي يتعب يابا مين اللي يتعب، احنا ما تعبناش، هم كانوا مريحين بس اللعيبه كانت مريحه نفسها كده شويه ومريحه ريتم الماتش عشان تجي عشان تخليك تجيب اللي عندك، واللي عندك طلع فاضي. فتنزانيا هجمت هجمه والتانيه، بعد كده منتخب المغرب رجع تاني واستحوذ على الكوره، وقف على كورته هدى ملعبه. بعد كده والهدف التاني بيجي عن طريق اناحي في اخر ربع ساعه من المباراه، يعني لحد الدقيقه 75 الماتش هادي والريتم ماشي بالراحه على دواء يا باشا، انا هكسب الماتش زي ما انا عايز. وده اللي عمله النهارده وليد الركراك ولعبته، وده اللي عمله لعيبه المغرب. ولكن في الدقيقه 75 بقى لعيبه المغرب قالت يلا ما يلا يا باشا ما يلا يابا نجيب التاني ورقنا مخنا، وبعد التاني يلا يابا الدنيا فتحت ورا وبقى في طرد، ويلا يابا نجيب التالت، وكان هيجيبوا الرابع في اخر دقيقه. ولكن كسبوا خدوا الثلاث نقاط في الدقيقه في الهدف الثاني. اناحي بيعمل كوره رائعه جدا مع عدلي، بعملها 1 2 واستلمها اناحي وحطوها، اناحي استلم الكوره اصلا من اشرف حكيمي دخل بيها اناحي عدى وفاته كان هيشوط، لقى عدلي عادله فراح مديها لعدلي، راح عدلي سندله ثاني راح اناحي حاططها كوره، والهدف الثاني لمنتخب المغرب، والنتيجه بقت 2-0 بعد يعني او قبل انتهاء ربع ساعه، قبل انتهاء المباراه بربع ساعه. بعد كده بقى منتخب المغرب بدا ان هو يهاجم، ايه يا اسطى انت كسبان 2-0 انت عايز ايه تاني؟ ايه يا اسطى ايه بس ايه ده شويه كده هدي يابا ما توريناش كل حاجه احنا خوفنا النهارده. ولكن منتخب المغرب فضل مكمل، فضل ضاغط على منتخب تنزانيا، فضل زانق منتخب تنزانيا في خط ظهره، فضل مخلي منتخب تنزانيا ورا كله، مخلي منتخب تنزانيا مش عارف يعمل ايه قدام عمالقه افريقيا. ما تقوليش بقى منافس ضعيف مش منافس ضعيف، يابا هنشوف الماتشات الجايه، الماتشات الجايه بيني وبينك كده وانا هقولها لك. منتخب المغرب النهارده بقى اداء تكتيكي، سيبك من ان هو بيلعب قدام فريق مع احترام المنتخب التنزاني والشعب التنزاني، قدام فريق قليل بدنيا، قدام فريق قليل في كل حاجه قدامه فنيا. فوليد الركراك استغل ده ومشي المباراه على زي ما هو عايز، ومشي المباراه زي ما هو متكيف ومحتاجها، وكسب بالماتش يابا، كسب 3 مش انت كمصري قدام، او انا كمصري ما انا مصري يا جدعان قدام موزمبيق 2-2، والجزائري يا جزائري قدام انجولا 1-1، والتونسي يا تونسي قدام ناميبيا امبارح 1-0، يعني ده كلام اهو جالكم. والا بقى يا رب الا بقى الا ايه الا ايه انت معايا فاهمني انت، الا لو كان المغرب النهارده حصل حاجه لا قدر الله كانت هتبقى البدايات حطت علينا مش نصفتنا البدايات، ولكن البدايات تنصفنا، البدايات تنصف العرب. منتخب المغرب يبدا مشواره في امم افريقيا ويبدا مشوار العرب كلهم، وبيقول لهم ايه بقى فوقوا بقى يا عرب فوقوا يا عرب. منتخب المغرب بيكسب النهارده على تنزانيا بثلاثيه مقابل لا شيء، منتخب المغرب هو المنتخب العربي الوحيد اللي قدر يكسب في المباراه الاولى، منتخب المغرب هو المنتخب العربي الوحيد اللي قدر يساير 90 دقيقه على مزاجه. مدير فني رائع وليد الركراكي من افضل المدربين موجودين حاليا في قارة افريقيا، ومن افضل المدربين كمان اللي كانوا موجودين في العالم كله اثناء بطولة كأس العالم 2022. منتخب المغرب يقتنص اول 3 نقاط في افريقيا، منتخب المغرب بيستهل مشواره بتخويف كل الناس. انا بلعب بقى ولا بيهمني حرب ولا بيهمني رطوبه ولا ولا تقول لي ده حتى مدير المدير الفني بتاع منتخب التونسي امبارح بيقول لك ايه الارجنتين خسرت اول ماتش وخدت كأس العالم. يا اخي ايه بقى يا اخي ده افيه احنا اللي مطلعينه يابا، ده افيه انت اللي طرحته له في المؤتمر الصحفي فيه يا راجل، قالوا شويه يا جدعان العرب دي مش مكانه العرب، دي مش مكانه العرب الحقيقيه اللي عملوا النهارده منتخب المغرب، اللي عملوا النهارده منتخب المغرب باداء فني راقي، باداء تكتيكي رائع، باداء وبروح فنيه عاليه جدا من لعيبه منتخب المغرب. منتخب المغرب بيقتنص اول 3 نقاط وثلاثيه نظيفه المنتخب المغربي على منتخب على منتخب تنزانيا، واول 3 نقاط المنتخب المغرب. منتخب المغرب هيبقى اول مجموعته لحد مباراه الكونغو لما بتتلعب الساعه 10 بتوقيت القاهره او بتوقيت جمهوريه مصر العربيه. عجبك الفيديو المتين ده انزل حط حالا فعلا مالا، حط لايك للفيديو وسبسكرايب القناه عشان عايزين نوصل 3000 مشترك زي ما انا قلت لك في اول الفيديو، وخليك دايما فعلا فتحي عشان التغطيه مستمره على كل المنتخبات العربيه في بطوله افريقيا 2023.
دمتم في أمان الله.